أعزائنا المشاهدين، احنا معكم اليوم مباشرة من ساحة المختارة، قلبي لدعوة وليد بيك يلي حابب يعطي تصريح بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. وليد بيك في اسألك سؤال؟ تفضل يا عزيزي تفضل. وين الحمام؟ قصدي اقول لشو عم بتقوس بهالرشاش؟ يا عزيزي ابتهاج امام، ابتهاجا بسقوط حسني مبارك، وهنا اقول يا مصري بدنا طارك من الرئيس حسني مبارك، يا مصري بدنا طارك من الرئيس حسني مبارك. نعم نعم اطلقت هذه الرصاصات ابتهاجا بسقوط حسني مبارك، نعم، واطلقت ايضا منشطا اضافيا بالسقوط المقبل للأنظمة العربية المتواطئة مع الأمريكيين ضد المقاومة. نعم حلو كتير هالرشاش اللي عم تطوط فيه. هذا هدية. نعم من فلتمن، وهذه المماشط والخراطيش هي هدية من السفير المصري السابق. ايه بس أنا ما بتصور إنه هديوك ياهن لتقوصهم بمناسبة رحيلهم ابتهاجا. نعم يا عزيزي نعم، قد أهدوني هذه البندقية وهذه الرصاصات لأطلق النار ابتهاجا برحيل غيرهم، لكنهم لم يعلموا بأنهم هم رحلوا. نعم الله يهديهم الله يهديهم، لأنهم لا يعرفوا وليد بيك الذي ساعة هيك وساعة هيك. بدك للصراحة وليد بيك، نعم، بغض النظر عن اللي بيقولوه عنك أنا معجب كتير فيك، بالرغم من اللي بتعملوا فينا واللي بتعملوا بغيرنا العيون كلها عليك. يعني للحقيقة أنت بالسياسي بيك مش بيك؟ مبلا بيك مبلا بيك مظلوم. هات أعطينا ضربين، هات هات وليد بيك هات قوس هات.